نسوي ميت باي لحم العجين. لحم العجين يغادلنا نص كيلو لحم وبصل واحد. هذا راح اسوي بالطاولة لان يعني عجينة طلبات كثير اكل مع الطاولة لان عندهم فرن. وبصل واحد وفلفل احمر وتوميتو ودهن، اي نوع دهن عندكم، ومعجون صوص توميتو، ريد بابريكا هذا حار، انتو اذا تحبوا لا تستعملوا، اذا تريدون تستعملون فلفل اسود بداله. والطحين كل شيء ما بيها بس طحين ومي، ما راح اخلي ملح بس راح اخلي بالحد شويه ملح. راح اعجنه واشوفكم هو ان شاء الله. ثرمته البصل والفلفل الاحمر والتوميتو وريد بابريكا كاري اي نوع دهن عندكم طبعا، الدهن حتى لا يسوي دراي. وعندي شويه دبس الرمان تنطي شويه على حموضه، تصير حيل حارة وشوية حامضة حيل طيبة تطلع. وأنا أشكر الأصدقاء أغانيين جابوا لي هاي هدية حيل حلوة، هاي طاوة يستعملوها كثير، هم طاوة فضة. أشكرهم. العجين فتحته هالسمه والطاوة خليته على النار على رقم 7 حتى بساعته. وغطوها حتى تصير حارها. إن شاء الله أشوفكم. بسم الله. شوفوا ليش مو غطيته، صار حار منها. طبعا هذا ما عنده فرن لان هاي عجينة مرتين ثلاثة. ان شاء الله كلها راح اسويها نفس هاي الطريقة واشوفكم. هذا طبعا مع الليمون حيل طيب. ان شاء الله تسووها ويعجبكم. الف عافية مقدما، وانا اشكركم على اللايكات. شكرا. هذا اللحم العجين سويته لخاطركم، لان هاي 3-4 مرات عيجيني على مود ليش سمو شلون مال الطاوة ما عنده فرن. اني اسف على التأخير. هم شكرا. بالعافية مقدماً.